انتقل الآن إلى متحدثنا الأخير الدكتور الفاضل هلال الأشول لتقديم ورقته بعنوان إعادة التفكير في هجرة الأدمغة ودور الصراع اليمني Rethinking the Brain Drain and the Role of the Yemeni Diaspora. الدكتور هلال الأشول طبعا غني عن التعريف، ولكن لا يمنعني هنا من أن أتشرف بالتعريف عنه، كما بإمكاني كمان أن أضع نبذة مختصرة للتعريف به على الشات، وذلك لمن يريد معرفة المزيد عنه. الدكتور هلال الأشول أحد الكفاءات اليمنية المهاجرة، هو مدير مختبر الأبحاث الجزئية لانحلال الأعصاب المعهد التقني الفيدرالي العالي سويسرا. حصل على الدكتوراه في الكيمياء الحيوية عام 1999 من جامعة تكساس ومعهد سكريبس للأبحاث. عمل بداية من سنة 2000 بمركز الأبحاث الطبية بنيويورك ضمن برنامج يعني بالبحث عن أدوية لعلاج أمراض الشيخوخة، وبعد فترة انتقل إلى جامعة هارفارد حيث عمل باحثا في مجال علم الأعصاب، ثم بعد ذلك تم ترقيته إلى محاضر الأعصاب من عام 2001 إلى 2004. في 2005 التحق بالمعهد التقني الفيدرالي العالي بسويسرا، حيث يدير من ذلك التاريخ مختبرا لأبحاث الأعصاب. تركز أبحاث الأشول على توضيح الآليات الجزئية لمرضى الزهايمر وباركنسون ووضع استراتيجيات علاجية جديدة لهم. نشر الدكتور الأشول في ما يقارب 80 بحثاً علمياً في مجلات علمية عالية المستوى، ولديه 3 براءات اختراع في استراتيجيات جديدة لمنع تجمع البروتين وعلاج أمراض المناعة الذاتية والالتهابات، وتلقى أكثر من 100 دعوة لإلقاء محاضرات منذ عام 2002، كما أنه محكم وعضو هيئة التحرير في العديد من المجلات الدولية ووكالة التمويل. إذن بإمكانك دكتور هلال أن تتفضل بتقديم ورقتك. مشكورا دكتور هلال. السلام عليكم، تسمعيني؟ وعليكم السلام. نعم نسمع. شكرا كثير على التقديم، وسعيد جدا أن أنا أكون معكم، ولاحظت من الوجود كثير من الزملاء والأصدقاء اللي يمكن لنا فترة كثيرة ما شفناهم، وأخص بالذكر الدكتور قيس غانم. في البداية أنا كنت رتبت المحاضرة بالإنجليزي، ولكن أتفق مع الدكتورة ذكرى وإن شاء الله نقدمها بالعربي، السلايدز باللغة الإنجليزية، وهذه أول مرة أقدم أي محاضرة بالعربي، فاعذرونا إذا في تقصير. بالنسبة للمصطلح هجرة الأدمغة، قد لا يدرك البعض أن المصطلح هذا مبتكر من 1950. طبعاً الكل يعرف أن في تحولات كبيرة في على العالم. إحنا في الآن في عصر العولمة، العالم أصبح مترابط، في تغيرات كثيرة على مستوى التكنولوجيا والتواصل بين الناس حول العالم. فمفهوم الهجرة وهجرة الأدمغة تغير بشكل كبير، وهذا ما راح أحاول أسلط عليه في الجزء الأول من المحاضرة هذه، وبعدين ندخل على يعني إيش دور اليمنيين في الشتات واليمنيين في الخارج لمواجهة مشكلة هجرة الأدمغة. في البداية أحب أن أشكر إياب على تنظيم هذه الويبينار وتنظيم هذه الفعاليات. هي مهمة جداً، لأن نحن كنا في حاجة إلى منتدى الذي يجمعنا، أن نحن نلتقي ونناقش مشاكل اليمن، ونناقش مش مجرد مناقشة المشاكل، ولكن الهدف محاولة إيجاد الحلول. فشكراً للدكتور مصطفى وكل القائمين في إياب على كل الجهد الذي يقوم فيه. أحب في البداية أيضاً أشكر الشاب المبدع المصور علي السنيدار، لأن أنا استعرت كثير من صور اللي راح أستخدمها في المحاضرة هذه، وبس اللي ما يعرفوش يعني ضروري يتابع. هذا هو الأوتلاين تبع المحاضرة. في البداية أحب أعيد تعريف أنه يعني أناقش هل إحنا صحيح بنعاني من مشكلة هجرة الأدمغة، أو المشكلة أكبر من كده. بعدين يعني بحاول أتكلم على إعادة التفكير في هجرة الأدمغة، بالتحول من عملية التفكير في هجرة الأدمغة إلى مصطلح اكتساب الأدمغة، إلى المصطلح الآخر اللي هو تدوير الأدمغة.
بعدين في الجزء الآخر بحاول أركز إنه نخرج من مجال التنظير، لأنه هذا موضوع كبير قد تكلم فيه كثير من الاقتصاديين وكثير من الأكاديميين، إلى الموضوع اللي يخصنا إحنا كيمنيين. يعني إيش يعني الشيء الذي نستطيع أن نعمله، وإيش الشيء الذي واجب علينا أن نعمله، وبعدين بندخل في الأسئلة والإجابات يعني إن شاء الله في النقاش. شوية تعريفات بالبداية، أنا أستخدم في السلايد مصطلح وي، أو عندما أتكلم على نحن أنا دائما راح أتكلم على إحنا اليمنيين، بغض النظر عن المنظمات الدولية عن كذا، لأنه في الصراحة لما يجي الموضوع يتعلق في مستقبل اليمن والتنمية في اليمن أو أي شيء على بعد على مدى بعيد، ما فيش أي منظمة دولية بتفكر في هذه المواضيع. اليمن لن يبنيها ولن يؤسسها ولا إلا أبنائها، فإحنا يعني الموضوع يخصنا في الأول. عندما يكون لدينا إطار واضح ومفهوم واضح لأولوياتنا، بعدين سهل إنه على المنظمات الدولية والآخرين نحن نفهم كيف يقدروا يعملوا خلال هذا الإطار. في المحاضرة كما ذكرت حاولت أن أركز إنه يعني إيش الأشياء اللي نقدر نعملها، يعني نستهدف، يعني بدل ما نفكر إيش الأشياء اللي يمكن نعملها، الأشياء اللي نحتاج نعملها. إذن كيف نستطيع إن إحنا نخرج من نطاق الحديث إلى نطاق العمل وإلى نطاق التأثير في المجال هذا؟ لأنه إحنا في الغالب يعني للأسف إحنا كنا يعني أنا يعني بنركز على تشخيص المشكلة أكثر من إن إحنا نركز على إيجاد الحلول والبدائل. والعالم يعني الشعب اليمني والآخرين منتظرين منا إحنا وما يسمى النخبة المتعلمين نحن نوفر الحلول، مش مجرد التشخيص. الكثير يعرف المشاكل. عندما نجي اليوم أن نحن نفكر باليمن وإيش نقدر نعمله وكيف نقدر نعالج مشاكل اليمن، مهم جدا أن نحن ما نحبسش الخيال حقنا بالواقع الموجود، لأن الواقع الموجود إذا فكرنا في نطاق الواقع اليوم تكون النتيجة أن إحنا لا نستطيع أن نعمل شيء، فيكون النتيجة الإحباط والتشاؤم. إحنا مسؤوليتنا اللي أشوف هنا أن إحنا نتكلم عن المستقبل. لما نفكر في اليمن وإيش المفروض يكون، نفكر في نطاق اليمن الذي إحنا نتخيلها كيف تكون خلال 15-20 سنة، وإيش اللي إحنا نقدر نعمل من مناصبنا ومن أماكننا لكي أن إحنا نهيئ لهذا المستقبل. لأنه إذا بدأنا نفكر إنه الوضع اليوم والوضع اليوم بيكفل، فأرجو إن إحنا في مجال النقاش نكون واقعيين إن إحنا نناقش الوضع اليوم، ولكن نفتح المجال يكون الخيال أوسع لنا. المشكلة الهجرة العقول تعريف محدود، إنه يعني مشكلة اليمن إن عندنا الهجور العقول تهجر. هي مش هجرة العقول، هي تهجير العقول، هذا رقم واحد. ثانيا إحنا عندنا مشاكل أعتقد في الداخل أكثر لها تأثير يعني أكثر ومتساوي مع هجرة العقول. لدينا إحنا نتكلمش على مجرد هجرة العقول، إحنا نتكلم على استنزاف الأدمغة وتفرغة الأدمغة. يعني إحنا بنشوف الآن الأطفال بدل ما يكونوا في المدارس صاروا في المعارك. الجامعات يعني بدأت أساسها التعليمي يتهدم والكل صامت في عملية ممنهجة لتجهيل الجيل القادم. يعني هذا شيء مهم للانتباه له. المشكلة الثانية الإضافية عندنا اللي أنا أسميها إنه brain waste، إنه لدينا عقول ولدينا مواهب ولدينا ناس موجودين في الداخل وموجودين في الخارج، ولا تستغل هذه الكفاءات والعقول لخدمة الوطن بالرغم أنها موجودة والكل عارف عنها، يعني بسبب أن هذه العقول وهذه الكفاءات مهمشة لعدة أسباب، إنما لأسباب سياسية، إنما لأسباب قبلية، لأشياء كثيرة إحنا نعرفها. أنا قصدي عندما نفكر في مسألة العقل اليمني، المشكلة أكبر بكثير من مشكلة هجرة العقول. الآن إحنا في عصر تحول، عندما نتكلم هي من في المصطلحات الثلاثة هذه اللي هي هجرة العقول، اكتساب العقول أو إعادة تدوير العقول،
حاول أتكلم عليها على واحد واحد. لكن ما أتكلم شوف الرياليتي تشيك، يعني وضعنا إحنا الحالي في اليمن هذا هو الوضع اليوم في اليمن. اليمن من أكثر الدول اللي يعني يهاجر منها العقول والكفاءات إلى الخارج. اليوم طبعاً عندنا في مصر بس أكثر من 1,000,000 يمني، أغلب الأكاديميين تركوا الجامعات موجودين في الدول العربية، الأطباء كما ذكرت الأستاذة ذكرى، العائدين يعني أعدادهم قليلة جداً. فالخارج أكثر من الداخل. في شيء ضروري إحنا على مستوى اليمن على مستوى الوطن العربي بصفة عامة، إنه فكرة إعادة العقول هذه إلى البلد، يعني أنا بالنسبة لي أعتقد مشروع خيار غير واقعي ومشروع غير قابل للتنفيذ، لأنه الأغلبية الناس كل ما هاجر كل ما قعد أكثر احتمالية العودة لليمن مثلا أو أي وطن عربي تكون أقل. والأصح أنه لا أعتقد أن الإنسان اليوم يحتاج أنه يعود إلى وطنه كي يخدم وطنه وكي يكون عنصر فعال ويساهم في الاقتصاد والتنمية، لكن أنه الوضع الحالي الموجود يحتم علينا وأنه بإمكاننا إذا تعاوننا جميعا أن احنا نعمل شيء للحد من الظواهر هذه الثلاثة التي أنا تكلمت عنها، اللي استنزاف الأدمغة وتهميش الأدمغة في اليمن. بالأول والأخير يعني أنه إذا ما خلقناش فرص أحسن داخل البلد لن نستطيع أن نحافظ على الموجود داخل، ولا إعادة اللي خرج، ولا الاستفادة من الذي في الخارج. طيب في فكرة ذكرتها الدكتورة ذكرى أنه هل يمكن أنه هجرة العقول تكون شيء مفيد؟ يعني إحنا الآن بنشوف كثير من الشباب اليمني خرجوا، الأكاديميين خرجوا، من نظرة إيجابية دائما الخروج يوجد فرص أنه واحد يكتسب خبرات جديدة، يكون عنده خبرة دولية، يبدأ يعني شبكة العلاقات عنده تنتمي. كل هذه الأشياء إذا استغلت استغلها الصح بإمكان واحد أنه يهيئها ويسيرها لخدمة البلد ويكون هذا شيء إيجابي. غالبا اليمنيين في الخارج من خلال احتكاكي وخبرتي يعني في سفرياتي حتى على مستوى الطلاب همهم الأول والأخير حتى قبل الدراسة قبل المعيشة أنه كيف نخدم اليمن، كيف نساعد اليمن، كيف نعمل. فاليمنيين مثل الموجودين في الخارج مثلنا ومن هاجروا ما زالوا مرتبطين بالبلد ارتباط قوي وعندهم استعداد لتقديم المزيد من ناحية نقل الأموال، تبادل الخبرة والاستفادة من خبراتهم. لكن الواقع غير. الواقع أنه يعني الأسباب سنتكلم عنها، أنه أكثر ما يقوم به اليمنيين في الخارج هو إرسال الفلوس وإرسال المعلومة مش المعرفة. نحن نتبادل معلومات ولكننا نقول معرفة إلى اليمنيين. قليل جدا التي تكون في نسبة الانفستمنت والاستثمار في مجالات تقنية وفي مجالات أكاديمية في اليمن. السؤال هو أنه هل يمكن يكون في جانب إيجابي للهجرة وتراكم الخبرات في الخارج لخدمة الوطن، يعني الحد من التأثير الإيجابي لهجرة الأدمغة وخدمة الوطن؟ بالأول والأخير الإجابة لا. الاحتياج الأشياء كما ذكرت الدكتورة ذكرى من نقص في أساتذة في أطباء في مهنيين شيء لا يمكن أن يعوض إلا بوجود الخبرات داخل اليمن، ولكن هل بإمكانها أن تساعد؟ الإجابة طبعا نعم إلى حد ما. إحنا الآن كما قلت أنه في عصر العولمة وعصر الترابط، يعني التفكير الآن في نطاق آخر وهو في تفكير تدوير المعرفة. إنه الآن في عندنا واقع إنه في ناس هاجروا عايشين في الخارج، الأغلبية لن تعود إنه هناك، ولكن الفكرة تدوير المعرفة هذا المصطلح ابتكر في 1998، وهو يعني من خلال إنه المهاجر ما زال عند الإمكانية إنه يساهم في تحفيز التنمية والاقتصاد في بلادهم الأم من خلال التحويلات، نقل المعرفة وغيرها. ولكن هذه مش بالبساطة، ويمكن الكثير من الموجودين في الخارج قد عانوا من هذا، أنه في عدة أوقات الواحد يحاول يساعد يحاول يعمل
المسألة ليست يعني بهذه البساطة، لأنك تحتاج أنك تتعامل مع أنظمة الحكومة، تحتاج تتعامل مع سياسات، تحتاج تتعامل مع مؤسسات. المنظومة اللي هي تربط الشخص الموجود بالخارج بالمؤسسة والشخص الموجود في الداخل غائبة، ولذلك هذه مسألة عملية تدوير المعرفة لا يمكن أن يتم إلا إذا كان في علاقات قوية ما بين الأشخاص الموجودين في الخارج ومؤسساتهم والأشخاص والمؤسسات الموجودة في داخل البلد، ويكون في إيمان على أنه في مجال لاستغلال هذه الخبرات لخدمة البلد. طبعا الأشياء العناصر الأساسية لعملية تدوير المعرفة هي أنه يكون في القيادة، يكون في الإرادة السياسية، هذه طبعا مش موجودة اليوم، يكون في الأمن والأمان والاستقرار غير موجودة، عدم التدخل أو في هذا الجانب أو عملية حزبنة أو تسييس الأمور، للأسف ما زلنا نعاني في هذا الشيء حتى في الخارج، يعني ما زالت الكثير من الأحزاب والحركات السياسية تحاول تأثير على اليمني المهاجر بشكل كبير. عنصر الثالث الصعب اللي من خلال تجربتي أنا في التعامل إنه وجود التفاعل المؤسسات في الداخل مع أي شخص أو أي يحاول إنه يعمل شيء. الريسورسز من ناحية الدعم المالي أو الدعم اللوجستي غير موجودة. العنصر الأكبر اللي عانينا منه إنه لا يوجد أشخاص في الداخل، حتى لما تكون الإرادة عنا إن إحنا واحد يشتي يعمل شيء، صعب إنك توجد أشخاص في الداخل اللي يشاركوك نفس الفكر ونفس الإرادة ونفس التصميم على مدى بعيد. لذلك يكون دائما من الصعب. طبعا دور القطاع الخاص في اليمن قائم بصفة عامة، وكما ذكر أخو الزميل أنه لا توجد لدينا معلومات، يعني نحن نبني سياسات ومشاريع على معلومات غير. طيب هنا نصير إيش الحل؟ ما نوصل على صفحة بيضاء أنه كل شيء نحن نحتاجه والمقومات غير موجودة، هل الحل أن نحن لا نعمل شيء؟ الإجابة طبعا لا، ما نقدرش أن نحن يكون هذا الشيء. إحنا كما قلت في البداية، أي شيء إحنا بنبدأ نأسس له ونعمله اليوم لا يخصنا ولن يؤثر علينا، ضروري يكون في استثمار المستقبل، وهؤلاء هم المستقبل اليمن، وهذا يحتم علينا أن إحنا نبدأ التحرك اليوم، لأنه مستقبلهم وفرصهم ونجاحهم بيعتمد على الأشياء اللي إحنا نقوم فيها اليوم. وهذه الصورة للأخ علي، يعني صورة من أقوى الصور اللي هي أنه تصور اللحظة اللي إحنا نعيشها اليوم. إحنا أمام اختيارين، يا أما أن إحنا نختار الصورة على الشمال أو الصورة على اليمين. نقدر نقعد ونشوف الصورة هذه ونبكي عليها ونتأثر منها، لكن الصمت وبدون العمل لن يفيد في أي شيء. في نقطة أن إحنا مثلا دائما إحنا نحاول نفكر على المدى القصير. أنا أقول أنه لما نفكر في مشروع هذا ضروري نفكر على الأهداف على المدى البعيدة، ولكن نحاول نفكر في الأولويات وفي الأشياء اللي يمكن تقدر واحد يعملها على المستوى القريب، ونجاحات بسيطة اللي تعطي الأمل وتعطي ناس تجارب أنه يقدروا يبنوا عليها ويمشوا بنفس الطريق، وإلا سيكون الاكتئاب واليأس مصير الجميع. هنا السؤال أنه إيش نقدر نعمل؟ نقدر نعمل الأهمية أنه بالأول إن إحنا كيف إن إحنا ننظم أنفسنا، إحنا ككوميونيتي موجودة خارج من متعلمين من مهندسين من دكاترة من كذا، إنه كيف ننظم أنفسنا بحيث إن إحنا نقدر نوفر الدعم للمؤسسات والزملاء الموجودين في الداخل. الأولوية اليوم هي إن إحنا نفرض فرص ودعم للموجودين في الداخل إنهم يقدروا يستمروا في الداخل بدل ما يتركوا البلد، إنهم يحافظوا على المؤسسات في الداخل. نحتاج إلى advocacy، نحتاج ناس الذي يتكلموا في المواضيع هذه في الإعلام في الصحافة في كل lobbying على المستوى السياسي. نحتاج إلى تقديم استراتيجيات واضحة التي تأخذ خصوصيات الواقع اليمني ومشاكله والحلول التي تناسب الواقع اليمني،
مش ان احنا نروح للمؤسسات الدوليه تجيب لنا اشياء اللي استخدموها في نيجيريا في دول اخرى لا تنطبق علينا ولا تطبق. وهنا اذكر مبادره رائعه قاموا فيها الزملاء من الكويت قريبا خلال الاشهر العام الماضي من هنا نبحر، وهي وضعوا استراتيجيه واضحه لاصلاح التعليم في الكويت. احنا نحتاج هذا، نحن نقوم بهذا الشيء بالنسبه لليمن بحيث يكون في اطار واضح مبني على اسس صح، حتى المنظمات الدوليه او اي فئه او شخص يحاول انه يقدم مساعده او دعم يكون في اطار للعمل هذا. هذه كلها من الصعب انك تنفذها كشخص اذا لم يكون في عمل منظم coordinated بين الناس. الان يعني ليش احنا مش قادرين نعمل هذا من زمان؟ اول شيء ان احنا ما فيش ترابط بين الجميع. ثاني شيء انه كما قلت هنالك تبادل للمعلومه والافكار ولكن في تردد في التطبيق والتعاون مع بعض في التطبيق. الاغلبيه يحب انه يعمل شخص لوحده في عمليه فقدان في الثقه، والعمليه ثقافه العمل الجماعي مش موجوده. يعني ان احنا السؤال الثاني انه صانعي القرار والسياسات لا يعو ولا يستمعوا يعني للمتعلمين وكذا. طيب احنا لما نكون في الواقع هذا هل احنا نصمت ونقبل الواقع ولا نحاول نوجد واقع جديد ونحاول ان احنا نخلق مؤسسات وجمعيات ومنظمات يكون لها تأثير تعمل تملأ الفراغ هذا يعني اللي تكلمنا عليه. فأنا أقول إنه الثلاث الأشياء المهمة إنه إحنا ضروري ننظم أنفسنا، ضروري أصواتنا يكون مسموعة، ضروري يكون لنا حضور بارز ومؤثر. كأشخاص لا يمكن أن نقوم بأي شيء من هذا، ولكن كمجموعة بإمكاننا. فعلينا أن ننتقل من العمل الفردي للعمل الجماعي، ومن العمل الجماعي للعمل المجتمعي، وتحويل العمل المجتمعي إلى عمل مؤسسي مهني مبني على الفعل وليس على القول. من هنا أتي إلى مقترحي الأخير الذي أحب أن احنا يمكن نناقش اليوم، أن احنا إذا لم نكن منظمين لم يكن لنا صوت ولم يكن لنا أي تأثير. لذلك احنا محتاجين إلى منظمة مؤسسة قد تكون إياب يعني نقطة نواة، بس هذا كله يكون شيء للنقاش، التي تعمل على ترجمة أو تسيير النوايا الحسنة من كل اليمنيين والطاقات وشبكات علاقتهم لمساعدة بناء الإنسان اليمني والمؤسسات اليمنية في الداخل. هل هجرة العقول تمام لليمن؟ لا. Can we transfer يعني نحولها من هجرة إلى اكتساب عقول؟ الإجابة صح، إذا كانت في الإرادة على مستوى الحكومة ولا السياسيين، بس على مستوانا أيضا إحنا ما نقدرش إن إحنا نخلي أنفسنا من على المستوى الشخصي كثير يقول لك أنا أيش أقدر أعمل. أنا دائما أقول للناس لن تستطيع أن تساعد اليمن إذا لم تساعد نفسك، ولن تستطيع أن تساعد اليمن وتكون ساعدها بطريقة مؤثرة إذا لم تكن في منصب مؤثر. فالخطوة الأولى أنك تستثمر في نفسك وتستثمر في حياتك ومستقبلك، تعلم أولادك في أي كميونيتي مجتمع أنت فيه في يمنيين تدعمهم وتكون متواجد وتساعدهم، تحافظ على صلات الترابط بينك وبين اليمنيين في الخارج والزملاء الموجودين في الداخل. الكل مشغول والكل عنده اهتمامات كثير، نكون واقعيين يعني احنا عشان كذا الافكار صعب تترجم. لذلك في مجال في البدايه انه الواحد يهيئ خدماته في المجال اللي هو يشتغل فيه، وفي مجالات تتلائم مع اولوياته واهتماماته. الكثير منا دائما في البدايه يعني اوفر كوميت او اوفر بروميس انه بعمل كذا كذا. يعني اهم شيء ان احنا نبدا، نحتاج قصص نجاح انه احنا عملنا شيء يعطي امل ويعطي الهام الاخرين انهم يمشوا في نفس الطريق. والهدف انه يكون التذكير على الامباكت مش على عدد الاشياء او الحجم. احنا نقول دائما في ناس مشغولين عندهم مهمات اهتمامات اولويات اسريه، طلاب،
يعني مش المفروض هذول يتركوا هذه الأشياء، أنه يحاولوا يفكروا كيف أن احنا نعمل في اليمن. كل شيء بوقته تمام، ولكن أنه لو كل واحد يمكن أنك تحاول أنك تساعد شخص واحد قد تغير حياة شخص، ولو كل واحد منا يقدر يساعد شخص بنقدر نغير حياة شعب إن شاء الله. سو من هنا ننتهي هذه الرسائل السريعة، إنه علينا أن احنا ننظم على أنفسنا، علينا أن احنا نعمل على بناء الثقة بيننا والعمل ونؤسس تجارب عمل جماعي ناجحة، علينا كنخب متعلمين ومهنيين نحن نخرج من نطاق تشخيص المشكلة إلى إيجاد الحلول والبدائل على مستوى الأفكار وعلى مستوى الأشخاص. إذا لم نعمل معا ليكون لنا وجود وتأثير وقول فيما يحصل في اليمن اليوم، لم يتغير أي شيء. نحن نعرف أولويات الآخرين. الدور القطاع الخاص مهم، وأعتقد أنه القطاع الخاص يكون عنده ثقة أكبر بالشخصيات كالموجودة هنا، لابد أن احنا نبدأ نجيبهم للمنتديات مثل أياب ويبدأ النقاش. أوكي. في الأخير أحب أقول أنه ضروري يعني أنه التغيير ما بيجيش من نفسه، ولا بيجي أن احنا نحط الأفكار للناس يقرأوها. ضروري أن احنا يعني الناس تهيئ الوقت ويكون عندها استعداد أنها تدخل الساحة وتأخذ السؤال، هل احنا جاهزين؟ وهذا إن شاء الله نناقشه. بالأخير أشكركم على وقتكم، وأنا دائما أقول اليمن جميل وكذلك شعبها أيضا. شكرا جزيلا والعفو.